رحلة تربط جسور التواصل بين الإرث الحضاري للجزائر والأفاق التنموية الواعدة، ينقلها الجناح الجزائري في معرض إكسبو 2020 دبي لزائريها. الزائر للجناح قبل بداية رحلته لاستكشاف الزخم الثقافي والتجذر التاريخي للجزائر، أول ما يلفت انتباهه التصميم الخارجي للجناح المستوحى من قصبة الجزائر العتيقة. الجناح الجزائري فكرنا في جدار التواصل، لأن الموضوع العام لهذا المعرض هو التواصل العقول لصنع المستقبل. هذا الجدار يسمح للزائر عندما يزور يشعر بما حس، يعبر بما حس في الزيارة تاعه، بالمشاعر اللي أغلب المشاعر اللي عبروا عنها هي زيارة، حابين يكتشفوا الجزائر، حابين يجيو يزوروا الجزائر، وهم من مختلف الجنسيات. تجربة سفرية مميزة يعيشها زوار الجناح الجزائري عبر محطات عديدة ترسخ العمق الحضري للجزائر. بداية المحطات الموقع الأثري لعين بوشريط بسطيف، حيث يعرض الجناح الأدوات الحجرية مع فيديوهات لمجريات أعمال التنقيب الأثري التي أكدت التواجد الإنساني على أرض الجزائر منذ أزيد من 2 مليون سنة على الأقل. بنية ومسار الجناح الجزائري يشكل بوابة من قبل التاريخ إلى المستقبل، عبر من خلال منطقة بوشريط وهي متواجدة بمدينة العلمة ولاية سطيف، حيث اكتشف التواجد الإنساني في هذه المنطقة، ويثبت ويؤكد ويؤرخ أن التواجد الإنساني في هذه المنطقة منذ 2.4 مليون سنة. الجناح الجزائري فضل التركيز على أهم المشاريع التنموية، الطريق العابر للصحراء الرابط بين 5 دول، لينقل زواره من تمن راست إلى الشمال الجزائري. تم اختيار الرحلة من الجنوب إلى الشمال عبر الطريق، عبر المشروع الطريق الضخم العابر للصحراء، وهو يعد مشروع تنموي اقتصادي تجاري بامتياز. ساهمت الجزائر بإنجازه بالتنسيق مع 5 دول إفريقية: تونس، مالي، نيجر، نيجيريا، وتشاد، وهو بمثابة تعزيز للتنمية المستدامة لإفريقيا وتسهيل الحركة التجارية للدول الإفريقية. الرحلة لم تنتهي بعد، الزوار يحطون الرحال بعين صالح التي تمثل رحلة الطاقة المتجددة، ثم مدينة غردايا التي تمثل رحلة الماء، ومنطقة بوغزول أين ستقام مدن ذكية بغضون عام 2030. زخم ثقافي وتجذر تاريخي تمتاز به الجزائر هو ما أجمع عليه زوار الجناح. بيانس كانت كثير حلوة، أول ما تفوت عليها بيعرضوا لك الماضي والحضارات الموجودة المتعددة والمتنوعة الموجودة بالجزائر، والتاريخ المميز اللي موجود عند الجزائر، وكل ما تمشي لقدام أكثر كل ما بفرجوك التطور اللي عم بيصير والتسارع الزمني اللي عم بيصير في التطور الموجود. الجزائر بلد جميل تمتاز بتنوع ثقافي كبير، ولقد أعجبت بهذه الزرابي وهذه الأزياء التقليدية الفخمة. في العراق احنا درسنا عن تاريخ الجزائر من احنا وصغار في المدارس، الثورة الجزائرية، التضحيات الجزائر، التاريخ، يعني الجزائر مو جديدة علينا، احنا كدول مشرق عربي الجزائر مو جديدة علينا، دارسيها من احنا وصغار. شفنا اللي بي بزاف، ملي شفنا الجزائر فرحنا وجاتنا حاجة مليحة بزاف، هكذا يحسوا ان قلبنا
تحللها، تشوف بلادك في الليترونجي تفرح. محطات ثرية ورحلة شيقة يعيشها زوار الجناح الجزائري، تبرز تطلعات الجزائر ومشاريعها المستقبلية الكبرى، إلى جانب رؤيتها الاستشرافية التي تعتمد على الانتقال الطاقوي وتطوير التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن للجزائريين مستقبل أفضل ويعزز ثقتهم في بلادهم وقدرتها على المساهمة في التنمية بالعالم.